هنروح لاتصال تليفوني، هما بيقولوا لي مفاجأة، أنا ما أعرفش مين، بس أنا هقول ألو زي ما هما بيقولوا لي. ألو. أيوه، السلام عليكم يا عم عمر. ماشي خلاص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار؟ إزيك يا كابتن ربيع؟ أخبارك إيه؟ كله تمام والله. إيه النور ده بس؟ ربنا يخليك يا عم عمر، متشكرين. أنا عارف إنك عندك تمرين كمان شوية، تمرين مع المنتخب، عندك يعني بعض العناصر اللي بتشوفها في استاد القاهرة الساعة 3:30 إن شاء الله بعد العصر، صح كده مظبوط؟ عندي النهارده حوالي 43 لعيب بشوفهم. انت عارف ان انا بدات ان انا ما ينفعش، اصل بص يا عمر، عشان اعمل منتخب يقول لك يا عم شاب نسيت، يا عم اجازات ايه؟ ما انا كنت لسه اروح لك. اجازات ايه يا عم عمر؟ ما فيش حد النهارده يقدر يعمل منتخب باجازات كتير، لازم نشتغل كتير لان انت تعمل جيل يا عمر. الموضوع كبير جدا، فانا قلت ايه؟ انا اجمع اللفه بتاعت المناطق والمحافظات اللي انا لفيتها في اربع في ثلاث ايام. قلت اخد الجمعه والسبت والحد، كان عندنا 115 لعيب فجبتهم ونظمتهم وعملت بقى اربع فرق النهارده، جايبهم يوم الاثنين، قلت لهم بالمره ناخد الاثنين ونشم نسيم مع بعضينا في الشمس الجميله دي والجو الجميل، ونبتدي نعمل ماتشين، ماتش بين فرقه وفرقه وفرقه وفرقه، وناجل لهم تجمعهم بقى ونعمل ترتيب يعني اول ثاني ثالث رابع ان شاء الله في الموسم الجديد. يعني عملت شويه نشاط كده وشويه حويه وشويه برضو اكتشاف واستكشاف لبعض من المراكز المهمه اللي انا عاوزها. يا رب تكمل على خير يا عمر النهارده ان شاء الله تعالى باذن الله. يعني يا كابتن ربيع، قبل ما اروح معاك لل يعني البرنامج الفتره اللي جايه هيكون شكله عامل ازاي؟ احنا عارفين داخلين في شهر رمضان الكريم، عندنا امتحانات، عندنا يعني حضرتك بتكون حريص جدا ان اللعيبه اللي عندك يكون زي ما الكوره مهمه التعليم كمان مهم، وايضا الالتزام في شهر رمضان وكله يكون متفرغ لشهر رمضان، دي حاجه مهمه جدا. لكن عايز اسالك واقول لك ان المناسبات بشكل عام بالنسبه لاي حد بينتمي الى منظومه كره القدم، سواء لاعب كره قدم او مدرب، ما بيكونش عنده اجازات، لا في اعياد فطر ولا اعياد اضحى ولا شم نسيم ولا الكلام ده كله، هل الكلام ده صحيح ولا ممكن يكون عندك بعض الاوقات اللي ممكن تكون موجود فيها مع عيلتك او تكون حريص على التواصل معاهم على التليفون لو الامور مش هتعرف تساعدك؟ بص، هو حسب الظروف وحسب الوقت يا عمر، لكن اهم شيء الشغل. انا عمر مكلف بمهمه صعبه جدا، مش سهله يا عمر، مهمه صعبه جدا، ابني باب لجيل لمصر، الجيل مش هيجي بالنوم والاجازات الكتير. لا اقصد يا عمر ان لا، مش في الكوره الاجازات، لان حضرتك انت عارف موسم يعني موسم بيبتدي امتى وينتهي امتى، يبتدي امتى وينتهي امتى، عندك موسم 12 شهر وفي اجازات، الاجازات دي للاجازات خلاص. انما لعيب الكوره او مدرب الكوره من وجهه نظري يا عمر ان لازم يشتغل طول السنه، لازم يشتغل. احنا عندنا بامر الله تعالى يا كابتن الامور كلها زي الفل، انا منظم جدا وعامل برامجي ومدي، ومفروض في اجازه رمضان طبعا، كل رمضان اجازه، والامتحانات طبعا هم في امتحانات وفي رمضان وفي عيد فطر، وبعد عيد الفطر من وجهه نظري انا يبتدي الشغل بقى، تبتدي التجمعات. انا عامل برنامج قوي جدا يا كابتن، عامل فيه الدوري، بدايه الدوري اول اغسطس ونهايته في نص مارس، وعامله واعرضه على كابتن مجدي والمذكره بيه ان شاء الله عشان ناخد موافقه ونتصل بالانديه عشان تبتدي فضل الاعداد، ويا ريت نبتدي ان شاء الله في اول اغسطس الدوري. عامل نظام يا عمر يعني كل كبيره وصغيره، انت عارف بهتم كويس قوي، بنظم وبدي اللعيبه اجازته عشان يجي زي الفل، ولازم ياخد اجازه ولازم يذاكر ولازم يمتحن ولازم يصوم ولازم يعيد، طبعا دي حاجات كلها موجوده بامر الله، لكن ان شاء الله في بعد الموسم الجديد بقى يا عمر لازم نشتغل ويبقى عندنا شغل كتير عشان نقدر بامر الله نلاقي المنتخب منتخب قوي باذن الله تعالى ان شاء الله تعالى. كابتن ربيع، انت عندك خبره سابقه مع منتخبات الشباب، منتخب 89، منتخب 93، واللي خرجت من خلالهم نجوم لمصر ونجوم للكره المصريه، وحضرتك حاليا مدير فني منتخب 2001، عايز اعرف الحته التعليميه، وممكن يعني انتهز وجود حضرتك معايا على الهواء واعرف ازاي الناحيه التعليميه ممكن تفرق مع لاعب كره القدم في التعامل مع المدير الفني وكمان مع زمايله اللي موجودين، وحتى كمان لما بيخرج يحترف بره مصر، هل حضرتك الناحيه التعليميه بتشوفها مهمه جدا جدا ودايما بتكون حريص على انك تقول للاعب كره القدم الشاب الصغير ان هو يركز في امتحاناته وان هو يتفرغ لامتحاناته ودايما يكون متفوق في الدراسه زي ما بيكون متفوق في الناحيه الكرويه؟ طبعا يا عمر، طبعا انت في الحاجات دي انا ما بتفوتيش حاجات داخل الملعب وخارج الملعب. يعني دلوقتي مثلا انا ميعاده من الساعه 2، انا من الساعه 1 الا ربع موجود، فجايب ورقه وبايد مين جه الساعه 1:30، مين 2 الا ربع، مين 2 و5، مين 2 ودقيقه، وبحاول انت جاي ميعادك الساعه 2، طب انت جاي 2 ودقيقه ليه؟ المفروض انا نبهت عليك امبارح، طب ولما تدخل تقول السلام عليكم وتسلم على الناس، شخصيتك طبعا عمر لازم يتفوق، واقول له خلي بالك اي حد بيحتاج تقويه في ماده معينه لازم اسحب بيها زي ما حصل معايا قبل كده، خلي بالك. صح، مهم جدا يا كابتن عمر، مهم جدا يا ابني، دول اولادنا ودول احفادنا ودول المستقبل بتوع مصر، دول مصر بامر الله تعالى، فبهتم يا كابتن عمر، مفيش كلام، اي حد يعوز حاجه، اي حد يعوز تقويه، اي حد يعوز في مواد انا تحت امر، اي حد يعوز في مدارس، في في في
في بيوت حتى في البيت لو احتجت اي حاجه قول لي. انا بالنسبه لك يا ابني مش مدرب، مدرب واب وصديق وحبيب وكل حاجه، بسهل الامور وباخده خلي بالك على الراحه خالص، لان لازم يطلع لي كل اللي عنده، مش هيطلع لي كل اللي عنده الا لما صحته، وابقى قريب جدا منه وابقى جدا فاكيد في تعليمه. انا بحب ان اتفوق، لان احنا عندنا يا عمر الشباب لازم يتفوقوا، لان مصر محتاجه الشباب المتعلم، محتاجه الشباب الوطني، حتى خلي بالك الوطنيه، بغض الوطنيه يعني علم مصر، يعني اسم مصر، يعني حب مصر، يعني الانتماء لمصر، حاجات كثيره جدا ربنا يحفظه اللي يعلم. فربنا يقدرنا ويا رب كده نلاقي وقت كويس والناس تساعدنا ونعمل حاجه ان شاء الله تشرفنا باذن الله تعالى. اخيرا يا كابتن ربيع، لما بتشوف ولادك اللي كانوا في منتخب 93 نجوم مصر حاليا، صالح جمعه، ياسر ابراهيم، تريزيجيه، كهربا، احمد حسن، كوكا، عمر بسام، حسام غالي، متولي، مسعد، احمد سمير، اسامه ابراهيم، محمود وحيد، كل الاولاد اللي حضرتك كنت بتدربهم وحصلت معاهم على لقب بطوله افريقيا، هم حاليا هم نجوم مصر وهم المتصدرين الساحة الكروية في كل الأندية المصرية حتى مع منتخب مصر كمان رامي ربيعة، ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع بألف مليون سلامة. شعورك إيه وإحساسك إيه، وهل ده بيزيد من عليك المسؤولية أكتر إن أنت تطلع جيل 2001 بنفس القوة ونفس النجومية اللي خرج منها جيل 93؟ مش كلام، عشان كده ما بنامش، عمري بشتغل جدا، لا جدير بشتغل، والمسؤوليه على عاتقي كبيره جدا جدا، والناس بتثق فيا. لكن يا عمر خلي بالك انا ببقى سعيد جدا، ولما بشوفه انا كنت بركب في الاوبرا لقيت لك مين؟ لقيت صالح جمعه. اتصوروا معاك، اتصوروا معاك ونزلوها على الفيسبوك وشفتها، شفتها. قلت لهم اهلا بالنجوم، ممكن اخد صوره معاكم يا كابتن؟ دول ابنائي وانا مبسوط جدا يا عمر، انا بطلع لمصر. مصر يا عمر خيرها على ابوك. مصر بفضل الله عايش في خيرها، احنا عايشين في خير مصر وعيش بلدنا وعيش وطننا يا عمر. صح. فانا سعيد جدا، اي لعيب بطلعه البلد دي ببقى سعيد ومبسوط، لان مصر غاليه ومصر في عينينا ومصر في قلوبنا، وانا بحب اللعيب الوطني واحب خلي بالك اغرس فيه الوطنيه دي مهمه جدا. فكنت سعيد وسعيد جدا لما اسمع عن الاسماء اللي قلتها دي، وبيقابلوني بيتصلوا بيا وبيجوني، اكيد ببقى سعيد جدا جدا يا عمر. وان شاء الله ربنا يقدرنا ونطلع لمصر، نطلع للوطن العظيم ونحقق نتائج ونحقق بطولات ونفخر بوطننا، وان شاء الله نقدم نجوم للكره المصريه باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب اكلت في سيخ ورنج ولا لسه؟ اكله امتى؟ بالليل احتمال اكل النهارده شويه، انا طايل اكل. لا مش احتمال، لا لا مش احتمال، اكيد اكيد ان شاء الله هتاكل. بص يا عمر خلي بالك اهم شيء عندي الشغل، اشتغل وبعد كده لو جالي بقى ما جاليش مشكله. لا لا هيجي لك، هيجي لك، لا هيجي لك، واحنا فاهمين بعض، هيجي لك هيجي لك هيجي هيجي لك، ده هيجي لك ونص وثلاث ارباع نسيت اي حاجه والله. لا لا هيجي لك، ده هيجي لك متقطع وهيجي لك محطوط عليه ليمون ومتظبط على الاخر يعني. احنا مش هنحسدك، احنا مش هنحسدك، بس خلاص عايز اقول لك حاجه عمر. بص اقول لك حاجه، وربنا بيكفيني عشان انا زاهد ومش فارق معايا حاجه، الشغل رقم واحد وبعدين ربنا بيكفيني. لا وبيجي لك فسيخ ورنجه، مش بيجي لك فسيخ بس، بيجي لك فسيخ ورنجه وعليه فلفل الوان وعليه ليمون وعليه كله من عند الله. من انا والشفا، من انا والشفا. كابتن ربيع بشكرك، شكرا جزيلا كابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب.